الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. تحيا فالحب فيك تراهيم بلا وثر وحبي فيك زادني ثمنا. أهلا وسهلا بك. في هذه الأيام الوطنية واحتفالاتنا بمئويه الدولة الأردنية يأتي افتتاح فرح حزب الميثاق فرع البلقاء، والحديث حول ذلك أتشرف بدعوة السيد صخر السمو الرئيس الهيئة الإدارية لفرع البلقاء لإلقاء كلمة. الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي العربي الهاشمي الأمين. وبعد، يقول الله في محكم التنزيل: فبما رحمة من ربك لنت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وبعد، أهلا بكم في البلقاء جوهرة الغرب. فاح عبير النصر من جبالها في معركة الكرامة، فكان الرقم السري في مدفعية عيرة لتحقيق رسم الكرامة. أهلا بكم في الصلق واسط العقد وجوهرته الثمينة، مدينة الزمان والمكان، موئل أهل العلم ومحج أهل الثقافة، أم الأوائل، ففيها المدرسة الأولى والبلدية الأولى وغرفة التجارة الأولى والوثيقة الشعبية الأولى وجمعية مكافحة إطلاق العيارات النارية الأولى في المملكة. أهلا بكم في الميثاق، ميثاق العز والفخار، ميثاق الذي التقط الرسالة الملكية السامية مبكرا. وأنا أعرف الميثاق منذ عام 1989، ولم يكن موجود اسم الميثاق، ولكن مبادئ وحزب وأفكار حزب الميثاق موجود اليوم، كنت أنا أطبقها. وكنا في الوسط تائهين بين اليمين واليسار، ولم يكن لنا مكان في حياتنا السياسية أيام الدراسة الجامعية. وجدنا الميثاق ملاذا آمنا يحقق طموحنا ورغباتنا للنهوض ببلدنا وتحقيق رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده المحبوب في بداية مئوية الدولة، وفي غمرة احتفالاتنا في اليوبيل الفضي ربع قرن من عمره المديد جلالة الملك، يجوب ويقود دفة سفينة هذه البلد محاولا وحوله الشعب الأردني وقواته المسلحة للوصول إلى بر الأمان. أهلا وسهلا بكم في حزب الميثاق فرع البلقاء، الذي أزهو وأفخر أن أتحدث باسم زملائي وزميلاتي في الهيئة الإدارية، مرحبا بكم ضيوفا أعزاء المجلس المركزي والمجلس الاستشاري والأمانة العامة معالي الأخ الدكتور محمد المومني حفظك الله ورعاه، والضيوف الكرام والزملاء والزميلات أعضاء الهيئة العامة في البلقاء لمن تمكن من الحضور، أشكر لكم تشريفكم. التقطنا الرسالة الملكية في حزب الميثاق، ومن حق الميثاق اليوم الأوسع انتشارا والأكثر انتسابا أن يسعى إلى القيادة، وهذا ديدن وعمل الأحزاب. واليوم
اسمحوا لي أن أخرج عن المألوف وأتحدث خارج الصندوق، وهذا هو المطلوب. قبل قليل كان معالي الأمين باجتماع شرفنا باجتماع مكتب سياسي في فرع البقاء. الحديث كل من يتحدث في المنصب الاجتماعي خاب وخسر إن لم يقدم شيء للوطن. كل من يتحدث في المال ورأس المال خاب وخسر إن لم يقدم شيء للوطن. كل من يتحدث في المنصب السياسي والإداري والرتبي خاب وخسر إن لم يحقق شيء للوطن. ما عاد مقبول اليوم حالات الإعانة والتوصية، ما عادت مقبولة. اليوم من يقدم أكثر هو الذي يتسيد المشهد. اليوم حزب الميثاق أبوابه مشرعة وقلوبه وعقوله مفتوحة على الجميع، منفتح على الجميع ليكون الريادة والقيادة، ومن حقه أن يكون أغلبية برلمانية، ومن حقه أن يشكل حكومة برلمانية. ذلك أن مبادئه تتفق مع فطرتنا السليمة، الله والوطن والعرش الهاشمي صمام أمان والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووحدتنا الوطنية والقضية الفلسطينية. بوصلتنا باتجاه القضية الفلسطينية وتاجها القدس كما قال جلالة الملك. خطاب بدون أن نتحدث عن القدس خطاب مبتور. وفلسطين نترحم على شهداء فلسطين وندعو لهم بالنصر والتمكين. ومن غيرنا أقرب في البنقاء ولا نزاول على البقية. نحن قربى جغرافيا وقربى دم وقربى مصاهرة. فصلت توأم نابلس وشقيقة القدس. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش جلالة الملك المعظم. حضور بهي زهي يحفز من يقف أمامكم ليخرج أفضل ما عنده. أتمنى أن أكون قد أديت جزء مما يستحق هذا الجمع الطيب، وجزء مما يستحق، جزء يسير مما يستحق الميثاق. الميثاق لينا وحقه علينا. أختم بالدعاء أن يحفظ الله جلالة الملك ولي عهده المحبوب، وأن يحفظ هذا الوطن محروسا بعناية الرحمن. والرحمة والخلود لشهداء الجيش العربي، والرحمة والخلود لشهداء فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا ابو احمد النشمي الصادق، نفتخر كثير اللي قدمه على ارض الواقع. ذكرى الملك الباني رحمه الله عليه، الملك حسين الله يرحمه، في مناسبه اليوبيل الفضي للملك المعزز الملك عبد الله الثاني اطال الله بعمره. في هذه الايام المباركه والمسيره التي تدوم بنفس من قال انا اردني، واشهد على هذا الموضوع بأننا حبنا لبعض في على هاي البلد على هاي الأرض. زي ما تفضل أبو أحمد، نحن توأمة نابلس ولا يفصلنا إلا النهر عن الضفة الغربية. إن شاء الله النصر لأهل غزة، النصر لفلسطين. إن شاء الله نكون دائما في بلد الأمن والأمان في ظل جلالة الملك ولي عهده. في مسك الختام أتشرف بدعوة معالي الأمين العام لحزب الميثاق الدكتور محمد المؤمني لإلقاء كلمة المشكور. يعني لبسها لحاله بده زكاة. الله يكرمك يا خيي، الله يكرمك. دائرة عربيات والنعم منك. الله يمسيكم بالخير ويعطيكم ألف عافية. أنا سعيد وأتشرف أني أكون بين هذه القامات الوطنية الكبيرة. أهلنا وكبارنا في البلقاء ودرتها الصوت. بدنا نحيي الصوت والبلقاء تحية كبيرة. اللي بيشوف هالقامات والباشوات والدكاترة والعلماء لا يمتلك إلا أن يعرف تاريخ هذه المحافظة وما قدمته. اسمحوا لي أولاً أني
احييكم باسم زملائي اعضاء المكتب السياسي، هاي معظمهم قاعد ورا، في ناس قدام قاعدين ورا معظمهم، الله يحييكم جميعا. تشرفنا بعملنا مكتب سياسي اجتماعنا الاسبوعي وبعديها بدينا في هذا اللقاء. ايضا زملائي اعضاء المجلس المركزي، انا شفت بلكن اربعة خمسة منهم. تحية وشكرا لكم على حضوركم. في واحد مسافر. وفي واحد مسافر ايضا من الموجودين. فايضا برحب باعضاء المجلس الاستشاري، احزروا مين معنا المجلس الاستشاري. معالي دكتور فارس بريزات. وايضا الدكتوره الفاضله بالمجلس المركزي معنا اللي هي مساعد رئيس المجلس المركزي دكتورتنا العظيمه العزيزه وقفي خلينا نشوفك قريب. احنا موجودين اخواني عشان نفتتح الفرع، ومعنا رئيس لجنه الفروع اخوي محمد الحجوج ابو عمار وين. هذا الفرع رقم 14 مش هيك اخوي ابو عمار؟ احنا اخواني اليوم نفتتح الفرع رقم 14 لحزب الميثاق الوطني في المملكه الاردنيه الهاشميه. هذا بيهمكم جميعا، وهذا الفرع من اهم الفروع لانه هذه المحافظه من اهم المحافظات الحقيقه والعزيزه على كل اردني. مستمرين ان شاء الله بسياستنا بفتح الفروع عشان نكون موجودين في كافه انحاء المملكه الاردنيه الهاشميه. اوعكم تفكروا اني نسيت احيي نواب حزب الميثاق القامات الوطنيه الكبيره اللي موجوده بيننا. وقفوا بالله عليكم الكبار الله يحييكم كبارنا واعزائنا. طول بس والله قدرك تعملنك طويل قاعد قدام كبارنا واعزائنا الموجودين اللي هم من خيرة القامات. احنا بنجلس كلياتنا اصحاب دار. انا لما جيت وشفت الباشا والدكتور قاعدين ورا والدكتور اخوي ابو الوريكات قاعد ورا قلت لهم والله بكسر لها ما بقعد الا لما تيجي تقعدوا قدام لانهم كبارنا. زملائي بالمكتب السياسي كلهم قاعدوا اخر صف لانه هم اصحاب دار زي ما انتم اصحاب دار. النواب قاعد بالصف الثاني والثالث. هو موسم انتخابي بدهم يقعدوا بين الناس. الله يحييكم والله انكم من الخيره. والله مش لانكم قاعدين، والله انكم من الخيره. ومجلس النواب انا بعرف في كل انحاء العالم يا اخوان عادة بيكون القبول لمجلس النواب قليل. لكن مع هيك هذا المجلس انا بوصيكم اخواني اعضاء المجلس انكم تطلعوا انجازاتكم اللي سويتوها القانونيه والتشريعيه. انا بعرفها كواحد ملم. والله انكم قدمتوا الكثير. شكرا لك. في قيادات من كل انحاء المملكه الاردنيه الهاشميه، من الكرك موجود معنا، من مادبه، من المخرج، من كل الانحاء. احنا بالفروع مستمرين بسياسة فتح الفروع. احنا اليوم يا اخوان الاجتماع رقم 48 للمكتب السياسي، في كل اسبوع لدينا بيان سياسي يصدر عن حزب الميثاق الوطني. عشان هيك والحمد لله وبفضل الله وبهمتكم اصبحنا الحزب رقم واحد في المملكة الأردنية الهاشمية. نقولها بكل تواضع. اللي والله لما وقفت النشبية بواحدة من الحفتين ثلاثة معنا، وين حزمة راح شفت حزمة؟ صديقي حزمة. أنا لما بشوف حزب الميثاق وشخوص حزب الميثاق بعرف قديش هذا الحزب إن شاء الله فيه كثير من الخير. إذا مستمرين في بناء المؤسسة، مستمرين في بناء إدارتنا، إحنا يا إخوان عمرنا أقل من سنة، إحنا بأربعة ثلاثة القادم بصير عمرنا سنة. إحنا دخلنا على الحزب في أول اجتماع ما في ورق قدامي، ما في موظف في الحزب. الآن الحمد لله الأمور قاعدة تستقر وبإذن الله سنسلم الراية للي بعدنا، وإحنا مطمئنين إنه بنينا مؤسسة عظيمة اسمها حزب الميثاق الوطني. وأكثر شيء نفتخر ونعتز فيه أننا لسنا حزب الشخص الواحد. حتى دعواتنا تتم باسم حزب الميثاق الوطني. هاي نعمل ملتقى للمرأة، شو الدعوة؟ يدعوكم حزب الميثاق الوطني. ما في حدا بيتقدم على حزب الميثاق الوطني.
لا من عام ولا غير. انتوا حزب الميثاق الوطني في مؤتمر الشباب اللي صار وانا مشايخ. ابو شايش ايه؟ ايوه ابو شايش العزيز. مؤتمر وحضرتوه غالبيتكم. مؤتمر حزب الميثاق الوطني للشباب 5000 عضو وشاب حضروا في قصر الثقافه. الناس صارت تيجي لعنا يقولوا انتم مؤسسه، نحن نريد ان نكون جزء من هذه المؤسسه. ميزاتنا الاخرى انه في بناء المؤسسه احنا 7 من كل دائره انتخابيه، 18 دائره انتخابيه، 7 من كل دائره، مجلسنا المركزي اللي هو برلمان الحزب 126 شخص. يعني احنا في بنائنا التنظيمي نمثل كافه جغرافيا الوطن الاردني من الطره للدره، صح يا باشا؟ احنا في بنائنا البلقه لها 7 والمفرق لها 7 وعجلون لها 7 وعمان الاولى لها 7. لذلك احنا والحمد لله في تركيبنا في بناء الحزب موجودين في كل انحاء الوطن. هاي ميزه ثانيه غير ان احنا لسنا حزب الشخص الواحد والمؤسسه. ميزة أخرى الحمد لله نفتخر فيها المصداقية يا أخوان. والله الذي لا إله إلا هو لم نقدم وعدا واحدا زائفا لأي شخص على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لا قلنا له تعال أنت كذا وتعال صير معنا كذا ونوعده بكذا. إحنا قدمنا يدنا على قاعدة الشراكة الوطنية والناس تحترمنا لذلك. ناس بتقول انتم ناس صادقين، انتم ما كذبتوا علينا. كان يجينا ناس من اهلنا وقرايبنا وناسنا يقول عينوا لي هالاولاد مع اننا بطالة، يقول والله يا اخي لا نستطيع ان نقدم لك هذا الوعد، ما بنقدر. حتى لو صرنا سلطة تنفيذية العدالة ستطبق على الجميع. مش بالميثاق يعين وغيره لا يعين، لا والله، والله ما بنشتغل هيك. انه احنا اكبر من انه نشتغل هيك ان شاء الله كحزب. هذا الحزب تسمحوا لي معنا متاخر بس اهني هالرجل غانم بالسلامه اخوي سعد سعد الله، لانه كان في ظرف صحي. انا وعدته ما احكي عشان ما تفزع عليه الناس، بس هنيته على التليفون، هنيته على التليفون بالسلامه. بس انا وعدت السلامه. احنا اخواني في المرحله القادمه ان شاء الله لدينا استحقاقات كبيره واحنا قدها باذن الله. الاستحقاق الاول هي ابو الشايش قبالي قبل اسبوعين عملنا لجنه برئاسته وعضويه من يسميه، احذروا ليش؟ لخوض انتخابات الجامعات الاردنيه حتى الجامعات المفروضه، لانه عندنا خيره الشباب وهي شغاله النهار الله يعطيه العافيه، وان شاء الله انه يكون في لنا حضور ميثاقي جيد باذن الله. بعديها عندنا استحقاق انتخابي وطني كما تعلموا بحسب الاجنده الدستوريه وصلاحيات الهيئه المستقله وجلاله الملك، لكننا نسير بذلك وسنخوضها بكل مؤسسيه بكل مصداقيه. قبل اسبوعين 3 عملنا لجنه يا اخوان برئاسه رئيس المجلس الاستشاري معالي مازن القاضي بوضع معايير الترشح للانتخابات. طلعوا معايير جيدة ومهنية وممتازة. اليوم أخذنا قرار سيعلن عنه إن شاء الله بتشكيل لجنة استقبال وفرز طلبات الترشح على المستوى الوطني، القائمة الوطنية برئاسة سعادة العين يعقوب ناصر الدين اللي هو رئيس المجلس المركزي وعضوية من يسميه. شوف كيف احنا عشان نستفيد من كل طاقات الحزب، انت رئيس اللجنه، مين بيساعدك رئيس اللجنه؟ استعين فيه. ايا كان عضو الحزب عشان نشرك اكبر عدد من الناس. احنا سعيدين بوجودنا هون بين اهلنا وكبارنا وناسنا وقاماتنا. بلدنا عظيم ويستحق منا كل طاقه ان شاء الله. طلعوا سيدنا وزيارته والاصداء العالميه لزياره سيدنا في العالم. دائما الباشا يكتب مقالات عن الموضوع الا ما يكتب عن هذا الموضوع. طلعوا سيدنا شو وقف حكى بالبيت الابيض وبكندا وفرنسا وغيرها. بلدنا بيستحق منا الشيء الكثير. في عنا تحديات كبيره وعظيمه لكن احنا ان شاء الله لهيك انخلق الاردن عشان يخوضوا غمار البحار الهائجه ويروضوها ويطوعوها. عذرونا المكان ضيق
بس إن شاء الله بهمتكم راح يكون كبير. وشكرا لكم على حضوركم، وبسم الله نفتتح مقرنا في مقرين يا أخوان، فيها مقرين ولا لا يا شيخنا الجليل؟ في مقر بعين الباشا والبقعة، وفي مقر لباقي البلقاء والصوت، وهنا طالعين من هون رايحين على جرش، في من أهالي جرش، من قرايبنا من جرش موجودين، رايحين نطلع على جرش إن شاء الله نسوي الهيئة الإدارية وبعديها يفتتح مقر جرش. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبهوني الإخوان إنه نوقف إما دقيقة صمت أو عليك. يعني أنا زي ما أشدت كده. أهلا وسهلا بالبداية فيكم بمدينة السلط. افتتاح مقر حزب الميثاق الوطني في محافظة البلقاء في مدينة السلط، والافتتاح رقم 14 لحزب الميثاق الوطني. هذا يأتي تجسيدا لرؤية جلالة سيدنا في أنه يكون اليوم بناء حياة سياسية مبنية على الأحزاب، مبنية على الفكرة، مبنية على البرامج. وهذا اليوم هذا أتى تجسيدا تمهيدا للمرحلة القادمة لتكون هذه المجموعات وهذه المكاتب غرف إبداع وغرف إنجاز وغرف التقاط الإشارات من الواقع. حزب الميثاق الوطني سيعد خطته ليستمع إلى الواقع، وهذه المكاتب دورها أن تستمع لواقع مدينة السلط ومحافظة البلقاء لتترجم كل هذه المطالب إلى مشاريع قوانين، إلى حلول، لحتى يكون الحزب فعلا دوره يعني إيجابي يغير من حياة المجتمع، لحتى إحنا نطلع لقدام نتقدم خطوات سريعة، خطوات مدروسة منجزة. نعم في 30-40 سنة المنصرمات عدم وجود البرامج أدانا اليوم إذا أنه إحنا يكون في عنا كثير من القطاعات بعض التأخير، إلا أنه سيدنا دائما يحثنا إلى أن نمشي قدما ونمضي قدما، ما نعلق عن نقطة واحدة. أتى الحياة الحزبية والقانون الأحزاب ليجسد كل هذه الحلول بطريقة نموذجية على طريقة أفكار وبرامج، مش والله كل واحد براسه موال بده يغني. السلط العاصمة السياسية الأولى للأردن، فهذا اليوم الفرع هو محوري ومركزي وفرع أهميته كبيرة جدا على الصعيد السياسي والاجتماعي. ومدينة السلط ومحافظة البلقاء يتوقون جدا للعمل الحزبي، لأنهم يسعون عبر العشر سنوات المنصرمة لبرامج، لأفكار. اليوم الجيل تغير، جيلنا اليوم يقول لك أنا بدي أقعد على الطاولة، ما بدي أنزل على الشارع، بده ناس يسمع أفكاره. هذا التطور موجود يلتقط هذه المكاتب، والحمد لله رب العالمين مجتمعنا الأردني مرتبط ارتباط وثيق بالقيادة الهاشمية، يستمع لقائده، يلتقط إشارات من سيدنا. وإحنا بالعكس، سيدنا لما يقول إنه اليوم إحنا عندنا أحزاب، نؤمن بأفكار سيدنا، نؤمن بقناعات وتوجيهات سيدنا، سنشارك بإيماننا بقناعاتنا بأفكارنا بهممنا حتى تنجح هذه الفكرة ويكون الأردن الكبير متطورا ملائما لمتطلبات هذا العصر اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تشرفنا اليوم انه افتتحنا مقر حزب الميثاق في البلقاء السلط. احنا عندنا مقرين في محافظة البلقاء، واحد في عين الباشا والبقعة وواحد في مدينة السلط. هذا المقر رقم 14 الذي نفتتحه. احنا ان شاء الله مستمرين بالتوسع بمقراتنا ضمن امكانياتنا المالية، وتحدثنا مع الهيئة الإدارية لفرع السلط، وعندهم خطط طموحة ان شاء الله للمرحلة القادمة. وكان في عدد من قامات الحزب والقيادات اللي موجودة في منطقة البلقاء، وبالتالي هذا جزء من عملنا التنظيمي المستمر من اجل ان ننهض ان شاء الله في المهمة التي نريد أن نحققها، وهي حزب الميثاق ونشر أهداف حزب الميثاق والتأكد من أن كافة أمورنا التنظيمية تسير بالاتجاه الصحيح. أهلا وسهلا بكم موقع رم الإخباري اللي دائما عودنا أن نكون متواجد في كل المحافل، وتحياتي للأخ صخر أبو عنزة. إحنا اليوم في افتتاح حزب الميثاق فرع البلقاء بحضور المكتب السياسي والمجلس الاستشاري والمجلس المركزي والهيئة العامة للبلقاء،
هذا توج جهد متواصل لافتتاح فرع محافظة البلقاء ليكون رافعة من روافع الفروع للمكتب الرئيسي للأمانة العامة، وبحضور معالي الأمين الدكتور محمد المومني برعايته. الغاية أنه انتشار حزب الميثاق ينتشر بشكل سريع والأعلى انتساباً، واليوم آن الأوان أن تكون فروع المحافظات تقوم بدورها الملقى على عاتقها. في فرع البلقاء أنا وزملائي في الهيئة الإدارية أخذنا على عاتقنا إعداد خريطة طريق لما هو مطلوب منا في المرحلة المقبلة، ونحن مقبلين على الانتخابات النيابية سنقوم بإعداد مشروع يخص اهتمامات محافظة البلقاء في مختلف القطاعات، تربية وتعليم وصحة وسياحة وزراعة. كما هو معروف بأن محافظة البلقاء غورية وشفة غورية، سنأخذ كل القطاعات ونقدم بها توصيات إلى المكتب السياسي ليأخذها في عين الاعتبار لتكون نواة لانطلاق البرامج الحزبية البرامجية لحزب الميثاق الوطني، وكذلك الأمر لباقي الفروع سوف تحذو هذا الحذو. نتأمل من الله أن تكون بداية خير وبكورة أعمالنا إن شاء الله في الأسابيع القادمة لنرسخ مفهوم الثقافة الحزبية بين شبابنا وشاباتنا. واليوم كان ملفت حضور فئة كبيرة من الشباب اللي متحمس للعمل الحزبي، وهذا كله باكورة أفكار وتوجيهات جلالة الملك المفدى وولي عهده المحبوب في تحديث منظومة سياسية وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب.